حدثنا صدقه بن الفضل اخبرنا عبده عن هشام عن وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا ونحن ثلاثمائه نحمل زادنا على رقابنا ففني زادنا حتى كان الرجل منا ياكل تمره قال رجل يا ابا عبد الله واين كانت التمره تقع من الرجل قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها حتى اتينا البحر فاذا حوت قذفه البحر فاكلنا من ثمانيه عشر يوما ما احببنا